اليوم الحلقة راح تكون غير بصراحة، صح؟ بداية غير، كل شيء غير. أنا لازم أتربع بصراحة، الموضوع طربي بصراحة يا جماعة، الموضوع مطول. لا جميلة الروح. على فكرة احنا من عشاق المواويل العراقية، هي اللكنة العراقية، تحسونها لكنة تتغنى حتى بالكلام. طبعا. سبحان الله. فبعد مواويل طبعا، يا الله. طيب أنا ودي جاني فضول أبو أحمد، كيف اكتشفت هذه الموهبة؟ يعني نرجع شوي بالتاريخ، وأعتقد أن كانت عندك موهبة مشاركة لموهبة الغناء. إحنا بالبداية يعني إحنا من هاي المناطق الشعبية، كل واحد يريد يطلع بشيء جميل. يعني إحنا بالمناسبة المدينة مالتنا مدينة المبدعين اسمها. الله. يعني جزء 70% من المنتخب هناك، الملحنين من هناك، الشعراء من هناك، يعني كريم العراق من هناك، ما شاء الله، ماجد المهندس من هاي المدينة، ما شاء الله، أنا أيضا ملحين. فطلعنا يعني أول مرة بالفطرة. هاي مواهبنا بالفترة، بس كيف بعدين نميناها شوي. يا سلام. بعدين بين واحد عنده صوت. أنا بديت بالبداية رياضي، يعني كنت أحب الملاكمة. أي قد سمعت بالسالفة، أنا ودي أعرف أكثر شو اللي صار. بعدين حسيت عندي هذا الصوت الجميل، يعني الناس بدأت تقول لي عندك صوت، أثناء الفعاليات اللي بالمدرسة، أثناء حفل صغير مع أصدقائي عيد ميلاد، بدأت أحس هذا الصوت اللي بعدين نميته بشكل جميل. سجلت أغاني، سجلت مواويل، والحمد لله يعني لهذا الوقت. انقطعت عن الملاكمة؟ اي انقطعت طبعا، من حسيت الصوت بدأ عندي. قلت لك احنا بالبداية اي واحد عنده موهبة، هاي مواهبنا احنا بالفطرة هاي المدينة، ما شاء الله. فبعدين يحس نفسه هو مثلا رياضي، راح الى الرياضة. والفنان مثلا الملحن حس نفسه هو عنده، صح، ابداع بالالحان، صار ملحن. الشاعر ايضا، المطرب ايضا، اللي لقى عنده صوت جميل. فالحمد لله قدرنا. عظيم. يعني انت كنت من ابرز الاصوات في فترة الثمانينات والتسعينات. عندي سؤال كذا، ايش سر الاستمرارية هذه؟ ايش بسم الله ما شاء الله لازلت لحد الآن مستمر في عطائك ونجوميتك وجمالك؟ إيش سر الاستمرارية؟ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله أبوك ما شاء الله. دائما متواكب العصر، تواكب الجيل، أنت راح تبقى. أنا ما صار عندي انقطاع، لأن واكبت كثير. يعني أي ملحن يطلع جديد، أي شاعر جديد يعني أحسه مبدع، أنا أروح له. يعني بديت انا من البدايه مع يعني مع ملحنين، مع الملحن ضياء الدين، مع الملحن صباح القريشي، مع الملحن حسن فالح، ناصر الحربي، عباس غيلان، كثير من الاسماء اللي هي من هاي المدينه، ما شاء الله. بس كلهم تحسين عندهم ابداع، وكل واحد صارت معاه فتره ابداع. يعني ما شاء الله. يعني تشوفين دائما انا ابحث حتى هسه، يعني الاغاني جديده مع الشباب. عظيم. صحيح. فهذا هاي الـ البحث، سر النجاح مع مواكبة الموسيقى يعني هاي العصرية الحديثة، بس مع الاحتفاظ بالأصالة، احتفاظ بالكلمة اللي ما تقدش الحياة. وهذا مو سهل، الدمج بين الأصالة والتاريخ والأمور. طيب بما